أقدم العزاء لكامل العائلة تاعو، الله ما أعطى ولا ما أخذ، إن الله وإنا إليه راجعون. أكيد الكرة الجزائرية فقدت أحد من أحسن رؤساء الأندية سواء في الاتحاد الجزائري لكرة القدم أو في نادي اتحاد الحراش، كان وفي دائما نادي اتحاد الحراش، كان الرجل المناسب في المكان المناسب اللي دافع دائما على الفريق. شهادة هذه يعني نقدمها له، لأنه أنا قضيت مع 4 سنوات في اتحاد الحراش، كان دائما يعني من المدافعين اتحاد الحراش يعني، ومن جنود الخفاء حتى بعد مغادرته من اتحاد الحراش. مع سنقول اليوم إن الله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله ربي يلهم ذويه الصبر والسلوى إن شاء الله. والله شوف قضيت مع 4 سنوات يعني مش منه إلى الخير، ولو أنه كانت ظروف النادي حراس صعبة، لأنه كانوا دائما يعني هو يخرج النادي من من من, من الغرق نقولها صراحة. وكان يعني بصفة رسمية انتقلت من نادي اتحاد الحراش بالقبيل انتقال حر، لكن ساعدني كثير في اختيار الـ يعني النادي من بين عدة الأندية اللي طلبت خدماتي. نشكره كثير ويعتبر بمثابة الأب الثاني بالنسبة لي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.